أدرت الباربي كنزة مرسلي الاستفتاء لجاه مؤخرا موقع بصراحة اللبناني، حيث احتلت كنزة المركز الأول بسؤال من من هؤلاء حافظت على نجوميتها بعد تخرجها من برنامج الهواة. وكعادته الجيش الكنزوي ولع الاستفتاء وصوت بكثافة حتى احتلت المركز الأول. فنيا ما زالت كنزة مرسلي تتكتم على تفاصيل عملها الجديد اللي راح يكون عبارة عن سينجل بدأت تشتغل عليه منذ فترة مع شركة لايف ستايل ستوديو، وهذا بعد نجاح جمع الشركة بكنزة منذ عام 2018 من خلال أغاني ملكة سبأ وقتال ولا كازا ديال لامور، وكانت بينا لحقت أزيد من 9 ملايين مشاهدة، بينما كان آخر أعمال كنزة أغنية مستحيل مع ديجي عادل. وشريك حياتي ربي